عامل ايه في حياتك يا حبيبي؟ طمني عليك، انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك. عامل ايه في حياتك يا حبيبي؟ طمني عليك، انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك. اطمن يا حبيبي عليا والله يكفيك، انا شايفك دايما حواليا ومش ناقص غير حبك وشوية حنية وحشوني كتير. عامل في حياتك يا حبيبي؟ طمني عليك، انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك. طب احنا ايه؟ انا ملاحظ اللي عايز اخش. انا شايفك دايما حواليا وطنيش، وانا عيتي وعيني واحلامي وما بتسيبنيش حب. عامل ايه في حياتك؟ بلا بقى، اقعدي بقى. اعزائي المشاهدين، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم. ايه في ايه؟ انا مطرود ليه من الحلقه من اولها؟ بسرعه بسرعه. ازيكم؟ عاملين ايه في برنامجنا قبل حظ مع بركات ويرحيك؟ النهارده اخر حلقه وهتوحشونا كتير 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 في حلقات مع كل حلقاتنا. ان شاء الله هنشوفكم على خير تاني. انت مطلعه دلوقتي ولا ايه؟ مروحه دلوقتي ولا ايه؟ اخش بقى ولا ايه؟ لسه. طب انجزي انجزي. طب انجزي. هاي جايز، انا مش عاوزه اقول ان الاهلي كسب. الاهلي كسب. ادخل الاهلي بقى. كسب يا ولاد. ادخل ان شاء الله الزمالك المره الجايه. ادخل يكسب. ادخل ان شاء الله الزمالك ان شاء الله يكسب على خير، واحنا كمان نكسب. ادخل انتوا الاثنين تكسبوا. ادخل ادخل. انت زملكاوي؟ خيسيت خيسيت. ماشي اقعدي بقى. شكرا خيسيت. شكرا على الحلقه الجميله. اقعدي اقعدي. خيسيت بس خلاص، احنا ما اتفقناش على كده. بص يا جماعة، هي أولا كده، أولا خلي بالكوا دخلت وقعدت تضيع في وقت عشان ما تدخلنيش. كل ما أجي أشاور لها أدخل تروح بس كده للكاميرا. لا خليك. ليه؟ عشان الزمالك خسر والزمالك طلع من كأس مصر. يستاهل. وعلى فكرة إن شاء الله الزمالك هو اللي هيكسب. مش من حقكم، من حقكم. أنت مع مين؟ أنت مع مين يا وليا؟ أنت مع الأهلي ولا مع الزمالك؟ أنت عايزة الزمالك بيكسب؟ أهلاوية. أنت أهلاوية. اهدي بقى، اهدي يا شادية اهدي. وبقول لكل الزملكاوية اوعى تخاف ابدا، ربنا موجود يا محمد. اوعى تخاف. اوعى تخاف يا محمد يا صاح. اوعى تخاف يا محمد يا صاح. اطلع فاصل ونستقبل اول ضيف. اطلع فاصل ونطلع فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد دقيقتين ومعانا فريدة. ازيك يا فريدة؟ الحمد لله. ايه القمر ده؟ انا ملاحظ ان انتوا كده بقى ايه، دخلتوا دخله دبلوماسيه ومعانا بص بقى بصي انا يا ستي من حقك. وانا وايه انا ما انت البيت من حقنا احنا الاثنين. انت اللي بتعامليني كده اللي انا يعني ايه يا رحيق فيه؟ من حقنا احنا الاثنين. طيب طيب انا اسف سوري. ازيك يا فريدة؟ الحمد لله. شفت الشقاوه بقى بره كانت عامله ازاي؟ طبعا كنت يعني قرد بيتنطط صح؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا عارف ان انت فنانه كبيره جدا 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 صح؟ قولي لي بقى، عشان احنا اصلا اللي بيجي عندنا هنا ما بندلوش فرصه ولا بيتكلم ولا يتنفس ولا يمثل. بسرعه فتكلمي بسرعه؟ اه يعني خش في الموضوع على طول قبل ما نسرح. طب ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي قولي. فريده انت عندك كام سنه؟ وفي سنه كام؟
وفي مدرسة ايه؟ في مدرسة سانت ميري، عندي 11 سنة في رابعة. لا مش بسرعة كده يعني، خلي الناس وعلي يعني صوتك خلي الناس شاية. تلحق تسمع يعني. عالي صوتك شاية. في مدرسة سانت ميري ما عندي تبص 11 سنة. لكاميرتك ولا استني يا رحيقتي، مش بص انت ما تبص لكاميرتك يا براحتها فريدة. براحتها لا ما انا عايز الناس تشوفها بقى. براحتها ليه؟ ليه ما براحتها براحتها بس الناس تشوف وشها. براحتها يا ابني. قولي يا فريدة انا في مدرسة سانت كاميرتك ميري، هي الأحسن أقسم بالله. انا في مدرسة سانت ميري عندي 11 سنة في رابعة. حلو. بتاكلي مانجا؟ لا بتلعبي رياضة؟ مانجا. اه ثانية. اتفضلي. اه طبعا. قاطعيني. وشكرا يا انكل علي اللي انت جبت لي البتاعة بتاعت الموبايل. شكرا يا انكل علي على البتاع بتاعت الموبايل. بتاعت الموبايل يعني عرفناها. ماشي. شكرا يا انكل علي على البتاع اللي انت جبتها للرحمة. او شكرا يا الي. يا الي. ايوه ما دخلت. يا الي. شكرا يا الي على البتاع بتاعت الموبايل. علي 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 دي علي انجليزي. علي. ماشي. علي فريدة انت بتقولي شعر؟ اه اقسم بالله. اقسم بالله. طب ممكن ممكن اقطعك نسمع ثانية؟ حتة؟ ما انت احنا هنقعد كل شوية ممكن معلش. اقطعك. ايه الحلقة السوداء دي؟ صديقي زكي، صديقي نبيل كريم، محب لطيف اصيل، وينشد شعرا بصوت جميل. قلت كان لك يا توماس فريدة قلت اديسون لك. تلميذا ذكي، يسأل ويبحث ويجرب. ويجرب. يجرب ايه بقى؟ بركات اسألك سؤال. انا عايز الضيفه تتكلم. اتفضل. اسكتي بقى شويه. طب اسكت انت يا ده قاري. طب عشان خاطري. ما انت تسيبيني اتكلم مع الضيفه. ماشي. اتفضلي يا فريده. قولنا حته شعر كده تنسينا الهم اللي احنا شفناه ده. ماشي انا هقوم اقول. طب لا خليكي مكانك عشان تباني. ايوه ماشي. عايزه تقومي؟ اه المفروض. عايزه توقعي تقولي وانت واقفه؟ لا هو طب تعالي مكاني، تعالي مكاني وناخد مكانك وقولي وانت واقفه. احنا برنامج دبلوماسي بنغير اي حاجه في اي وقت. اتفضلي. دادي يا دادي. كاميرتي اهادي. دادي يا دادي. حبيبي يا دادي. قوم علمني حاجه يا دادي. اخدم بيها كل صحابي واخدم بيها كل بلادي. قوم علمني حاجه يا دادي. قوم علمني احفظ قران. قوم علمني اقرا الجرنان. واعرف كده كل الاوطان. وتبقى ثقافتي شيء مش عادي. قوم علمني حاجة يا دادي. أنا شاطر بذاكر في دروسي. أنا وأحمد وأميرة وبوسي. وأنجح من غير درس خصوصي. وأبقى صورة جميلة بلبلادي. قوم علمني حاجة يا دادي. قوم علمني حاجات وحاجات. وبعد عني حب الذات. وإزاي أقوى مع الأزمات. وأهزم أعدائي وحسادي. قوم علمني حاجة يا دادي. الله. برافو برافو برافو. سقفلها بيت. انت ايه هتاخدي مكاني ولا ايه؟ ده ايه الكوسه دي بقى من اولها؟ يعني اقعد يعني ارتاح؟ ايه مش هتتلموا قصاد بعض الشغلانه دي. طب قولي يا فريده انت جالك منين موضوع الشعر ده؟ هو انا جدي كان مؤلف شعر. جميل. فانا اصلا يعني ايه وخالتي برضو بتالف شعر وحلوه في الشعر. ما شاء فانا الله. اتعلمت منه وبدات اقول شعر. الله الله. طب انت بقالك قد ايه بتقولي شعر؟ يعني مثلا من امبارح؟ من سنه مثلا؟ لا اكتر. سنتين ونص؟ ثلاثة. طب ما انت عارفه اهو. الله. طب ده بتشتغلنا. طيب انا عارف كمان ان انت يعني بتشتغلي بالليل في السحر. في السحر ايه؟ في الشعر. في الشعر؟ صح. في الشعر ايه؟ بتشتغلي في يعني بتعملي تمثيل وممثله شاطره ولا بتعملي سحر؟ تمثيل ولا سحر؟ تمثيل. طيب اتاكدي ليه حبيتي التمثيل؟ لان انا بحب الفن جدا وبحب دنيا سمير غانم جدا لان هي اكتر يعني ممكن بحبها جدا حب هستيري الصراحه. حب هستيري. فانا كنت عايزه اطلع زيها. زي ما انا بحب مرات ابويا ولا اكتر؟ طب ممكن اقطعك اكتر. طيب ممكن قطعي. انا بحب استنى اسمها ايه؟ ويلي مو. انا بحب استنى. ايه؟ انا بحب الدولارات. انا بحب الدكتوره اللي ايه؟ الدكتوره اللي واقفه في العروسه اسمها ايه؟ ابو العروسه. ماشي.
معلش فين كاميرتي؟ معلش يا جماعة، هي كانت بتكلمنا على الدكتورة اللي هي سوسن لا بدر. لا، دي الفنانة سوسن بدر. انا بحبها جدا ونفسي في الحقيقة اشوفها، وان شاء الله منروح حلقة جديدة، وان شاء الله يا ريت يعني تجللنا دلوقتي تجللنا دلوقتي. لا لا، عشان كاميرتك انا رح يكمل الاول. قوي كاميرتك هي من سوسن الاول. بدر. كات كات كات، مدام سوسن بدر قولي اللي انت عايزاه، اتفضلي بقى. رايحه فين؟ طب انا هقف هنا ليه؟ انتوا ليه كلكم جايين تقفوا النهارده؟ في ايه يا جماعه؟ اتفضلي. انا بحب الدكتوره سوسن بدر، ونفسي تيجي النهارده في برنامجنا عشان دي اخر حلقه، وان شاء الله نشوفها على خير. اتفضلي. معانا تليفون ونقول الو. الو. ايوه. سمعان. يا معلم. الو. ايوه. الو. ايوه. ازيك يا استاذه فرح؟ ايوه انا بحب البرنامج قوي. الله يخليك، واحنا كمان بنحبك. انت كويسه؟ وانت على فكره البرنامج مفيد جدا للاطفال، علشان بتطلعوا الاطفال بصوره كويسه. الحمد لله، بس انا اللي بطلع بصوره مش كويسه، بس يعني الاطفال، بس انا اللي بتهان يعني، صح كده؟ شكلها انت معانا؟ طيب شكرا يا استاذه فرحه جدا، شكرا ليك. طيب فريده، مش انت عارفه ان انا بحبك قد كده؟ هار اسود. انت مش عارفه ان انا بحبك؟ ليه؟ اتجوزها. اتجوزها؟ اتجوز مين ده قد عيالي؟ اتجوزها خلاص. انا هستنى 120 سنة لو لقيتني نتجوز. لا، وطلها كده. وطلها؟ فيها يعني همشي على ركبي جنبها يعني عشان تبقى قدي ولا ايه؟ مش بالطول في الجسم. طب انت حافظة مشهد ممكن تعمله لنا؟ تاني؟ مش حافظة مشهد؟ امال بحب التمثيل يا محمد وايه؟ حافظة مشهد في تمثيل اغنية. ايه مشهد في تمثيل ده؟ سحر برضه ده ولا ايه؟ يعني قصدها يعني اللي هي بتحب تعمل استعراض على اغنيه. لا مش شكلي كده، انا حافظه اغنيه بس انا بمثل الاغنيه. حلو. طب ممكن تقول لنا منها جزء كده صغنن بالمكسرات؟ يلا برضه. يا نهار اسود، انتوا جايين انت ايه يا جماعه؟ قولي قولي. صباح الخير. كمرتك هي يا حاجة، مش لازم انت تروحي لها. اللي فيه يا جماعه وانت مكانك. صباح الخير يا شمس، النا بيبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالسعادة. بص للكاميرا عشان عليا النعمة هزعل. لو حتى يجرى تعالي جنبي كده. وفي الدنيا أيوة بس. دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا 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 لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حلم جوه قلبي بتحب الحياه، واللي يحب الدنيا عمره يبقى عنده خوف، ما اعرفش كلمه صعبه عمري ما بشكي من الظروف. لا 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 لا. لسه ما احنا هناخد بقى الاغنيه كده الحلقه كلها. شكلها اغنيه طويله. لا ده هي كانت. قولي الو يا وليه. يا راح يا فنانه يا شاديه، قولي الو. الو الو، طنط اميني ريم. ريم ريم صح؟ اختي 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 اختي. مش انت؟ مش انت ريم؟ ايوه انا ريم. اصل ما فيش حد بيقول لي يا فنان غيرك من ساعه ما ابويا مات. هو انت مفرح كده ليه؟ ما عشان محدش بيقول لي يا فنان غيرها. بتحب ولا ايه؟ بتحب في السما ليه؟ ليه ده انت عايز؟ سامعه يا ريم غيرانة مننا ازاي يا ريم؟ عشان بتقول لي يا فنان. رحيق رحيق. ازيك؟ ايه القمر ده؟ مين دي؟ مين دي؟ ام احمد. فكري كده مين؟ مين يا طارق؟ ايه؟ ايه ميه وانت جايه لا تغنى النهارده ولا يا رؤيه؟ طب ما تقولي رؤيه يا رؤيه. رحيق فكري. يا بنت دي هن. هن. روحي لها. انت كنت معايا حالا. روحي لها روحي. تعالي يا بنت هيجيلك فين؟ دي سماعها. اعملي نورة. ازيك يا فنان؟ ازيك يا ريم عاملة ايه؟ الحمد لله. خلي الحيوانة دي تهدى شوية. حيوانة؟ بقى
اقطع اقطع عليهم الخطة يشتموا اقطع اقطع بس خلاص يا دائري يا دائري لو ماسك حاجة على ريما انا ماسك عليك يا بلاوي. طيب عايزين بقى عشان نختم مع فريدة. فريدة انت نفسك في ايه؟ نفسي اطلع ممثلة. الله الله. وانا اقول لك نفسي اطلع ايه؟ انا مش عايز اعرف. انا نفسي اطلع مش مهندسة ديكور. مش مهندسة يعني هي مش عايزة تطلع مش مهندسة ديكور. طيب. عايزة اطلع. ماشي يبقى اطلعي وانا اطلع وراك على طول. اسكتيو. طب قولي يا فريدة نفسك ايه كمان؟ لا نفسي ابقى مشهورة ويعني قبل كل بس انت مشهورة يا باشا. ده انا امي تعرفك. امي دي تخينه يعني بالجمهوريه كلها يعني انت كده امي عرفتك البلد كلها عرفتك خلاص. وبعدين ما تروح بقى يا اختي قاعده مع خالتي تكفي بتسمع فريدة وطالعه مع البركات كلها. صديقي زكي صديقي نبيل كريم محب لطيف اصيل وينشط. ممكن اغني اغنيه؟ انت ما انت بتغني. ممكن اغني اغنيه؟ غني اغنيه واطلع فاصل يا استاذ. اقف غني اقف غني اقف غني. نورتنا يا استاذه فريده يا جميله يا قمر. انا لما بحب بحن بجن بانتن. لا مش اطلع فاصل يا استاذ حبيب لسه هتسمعك.